يعني بنتكلم دايما على مباريات النادي الاهلي والبطوله الافريقيه، البطوله الافريقيه اللي هي الاغلى في طبعا لجماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. بكره ان شاء الله مباراه العوده، مباراه النادي الاهلي مع سوميديب بعد الفوز 1-0 هناك. شايفين المباراه دي ازاي؟ و كمان اهدافها ايه؟ اهداف المباراه يعني مباراه بكره ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا طيبين حضرتك بقى يا رب والقناه وكابتن ماهر كمان الله يخليك. طيب. فتحي انت طيب. المباراه طبعا مباراه بدايه الطريق، رحله 1000 ميل بتبدا بخطوه، ودي الخطوه الاولى. يعني احنا خدنا خطوه في المباراه اللي هي كانت في الذهاب والاياب، دلوقتي احنا عندنا الخطوه الثانيه. لكن عاوزين نقيم الفرق. نايجر ترتيبها العلامه كابتن هاني كنايجر 193 على العالم، رينك العالمي يعني بعيده قوي، و 139. وبعدين النايجر يعني مثلا دخلت الاتحاد الدولي سنه 64، ودخلت الاتحاد الافريقي 63، يعني برضه لسه حديثه. النايجر عشان احنا بنقول المعلومات دي للناس تبقى عارفه ايه النايجر فين والفرقه دي اللي فين. نعم. النايجر تعدادها 24 مليون. نايجر ما راحتش افريقيا بطوله افريقيا غير 2012 2013، يعني مرتين بس في خلال من 57 لغايه 2019. ما يعني المره دي بس كده. الفرقه اللي هنلعبها لو نشوف تاريخها، ما اعرفش ان ذكرتوها ولا ايه في الدوري هناك. دلوقتي هم لعبوا تقريبا 9 مباريات، 9 مباريات خسروا 5 تعادلوا 3 وكسبوا 1. ده شكل الفرقة. طب تقول لي يعني هتبقى فرقة ضعيفة؟ لا، هم اللي هي بطل الدوري ازاي ودخلت البطولة؟ المستويات هناك طالعة نازلة لأن الاحتراف بياخد كل اللعيبة، ممكن يبيعوا كل فرقتهم، ممكن يبيعوا. فده مش بقصد ده، عشان بس الناس تعرف ايه هي النايجر والفرقه اللي احنا هنلعبها ايه. وحتى الظروف الاقتصاديه كابتن فتحي كمان يعني طبعا يعني من الاقتصاديه قال للدول الافريقيه الحقيقه من الناحيه الاقتصاديه. غير كده برضو ما ننساش ان كورونا مأثر عليهم أكيد. يعني زي ما اثرت علينا زي ما اثرت على العالم كله، مأثرة على النايجر. الفرقه دي خسرت 1-0، يبقى انا هلعب مع فرقه خسرانه 1-0 او انا كسبان 1-0 الشوط الاول، مش معنى كده انك كسبت المباراه، لان الجول بيجي في ثانيه والهدف بيسجل في ثانيه، وممكن ما تعرفيش يعني في ساعات الكوره ما بتمشيش معاكي، الكوره ما بتمشيش معاك، ما تقدرش تظبطها. فعايزه كل التركيز لفرقتنا للفرقه دي، وما اضمنش المباراه الا بعد ما اخشها، لانه انا بسمع ناس كتير بيتكلموا لا 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 ما هو الاهلي داخل وهيخش على المجموعات. لا، ما فيش حاجه اسمها مجموعات. طالما في 90 دقيقه وطالما في 11 لاعب هلعبهم، وطالما في حكم بيني وبينهم، وطالما في عندنا 11 لاعب برضو ما اعرفش ظروفهم ايه، التوفيق مهم جدا جدا في ان هم يقدروا نعدي المباراه. اذا الماتش المفروض صعب طبعا. انا من وجهه نظري اي مباراه صعب.